تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. اليوم سنتكلم عن الدليل والبرهان لعدد من الحقائق الإيمانية التي ممكن فعلا أن نتوصل إليها عن طريق العقل، عن طريق التاريخ. مثلا بعض الفئات الأمريكية يعني خصوصا منذ سنة 1934 تقول إنه المسيح صلب فقط على خشبة واحدة. أنتوا شايفين المنظر هون، شايف أو مبين؟ بعرفش إذا مبين، إذا بنعمل زوم على خشبة واحدة. طيب إذا خشبة واحدة كم من مسمار في يديه الاثنتين؟ مسمار واحد. مع أنه القديس توما الرسول العنيد ماذا قال؟ إن لم أرى في يديه أثر المسمارين. في اليوناني تون إيلون ممكن معناها أثر المسمارين، ممكن معناها أثر المسامير، ولكن طبعا في اليونانية التي اليونانية الشائعة، اللغة اليونانية تبعت المستعمرات، بخلاف اللغة اليونانية الكلاسيكية تبعت مثلا هوميروس، أسخيلوس، إفريبيدس، لا يوجد فيها مثنى. إذن عندما نقول إيلون المسامير تعني ايضا ايه؟ مسماران. كما انه في اللغة العربية الدارجة في الافعال لا يوجد مثنى، لا نقول في العربي الدارج الولدين اجيا، شو منقول؟ الولدين بالعربي الدارج اجوا في الجمع، منقول ايش؟ اجيا. كويس. هذا طبعا اذا هنا عندنا العلم، علم ماذا؟ علم اللغات. بدون علم اللغات ان لم ارى في يديه، طبعا يديه احنا نقول يديه، ولكن شو باليوناني؟ ان لم ارى في ايديه خيرسين. طبعا لما نقول ايديه المسيح عنده 3-4 ايدين، اساسا احنا نقول ايدين يعني تنتين. إن لم أرى في يديه أثر المسمارين، لو المسيح صلب بس هيك كان في إيديه كم من مسمار؟ مسمار واحد. نأتي إلى التاريخ. هاي في عنا هيك كتيب صغير اسمه التاريخ في خدمة الإيمان، وخصوصا تاريخ وين؟ تاريخ فلسطين، تاريخ سائر الشرق الأوسط، لبنان، الأردن، سوريا. هاي بلاد غنية من ناحية التاريخ، تفسر لنا كثيرا في أثارها، monuments documents ووثائقها تفسر لنا الكتاب المقدس أفضل. نذهب يا إخوان وين؟ نذهب إلى منطقة في القدس، منطقة غرب القدس. و تعرفوا نابلس منيح؟ في عنا كنيسة بيزنطية هنا، كنيسة ضخمة، وفي راهب استشهد هناك كمان في نعم الله يرحمه، أو خلينا نقول هذا قديس بالضبط. الله نعم الله يعيننا بصلواته. شوفوا كيف في عنا، هاي هي. إذا نروح للآثار في فلسطين، في إيطاليا، في سوريا، في لبنان، نجد ثلاث أشكال للصليب. بعرفش إذا شايفينها. صليب زي ما بنعرفه. أيوة. بشكل ما هو، والصليب بشكل التي هذا يسمى صليب القديس أنطونيوس أبو الرهبان، والصليب بشكل إكس
ما يسمى بصليب القديس أندراوس، لأنه على ما يبدو القديس أندراوس الذي صلب في اليونان صلب بهذا الشكل. هلأ طبعا إذا قربنا أكثر الكاميرا إذا عملنا زوم منلاقي أشكال قديمة جدا للصليب في الآثار اللي انبنت بقربها الكنيسة الضخمة في وين؟ في نابولس. يعني محفور الصليب. كمان في منطقة اسمها بطن الهوى في تلبيوت على حجار، يعني على بسموه الناووس. ناووس يعني حجر، صندوق حجري حسب ما أعتقد يعني، أو خلينا بلاش نقولها بالعربي لأني أنا مش فاهمها كلمة ناووس. ساركوفاغوس، ساركوفاغوس من اليوناني، ساركو يعني اللحم، فاغوس اللي بوكل اللحم، يعني هذا بعيد من هون صندوق توضع فيه عظام الميت، في عظام لأموات مسيحيين اكتشفت من زمان وين؟ في بطن الهوى في غرب القدس، الجنوب الغربي للقدس، تل بيوت. طبعا تل بيوت احتلت سنة 1948. على فكرة معظم سكانها ومعظم المستثمرين فيها من وين كانوا؟ مسيحيين من وين؟ من بيت لحم. كانت أحلى منطقة هناك. شايفين هاي؟ شوفوا شو اكتشف. شايفين الصليب ولا لا؟ على هاي الصناديق الحجرية. إذا في عنا زي ما قال السيد المسيح، إذا بتتذكر وقت ما الأطفال صاروا يهتفوا هوشعنا، يعني مرحى لابن داود مبارك الآتي باسم الرب، أجوا بدهم يسكتوهم. شو قالهم يسوع؟ إذا سكت هؤلاء لا صرخت الحجارة. حتى ولو أجا بشر وأسكتونا إحنا وأخرسونا، من سينطق؟ الحجارة ستنطق. وفعلا في بعض أماكن في فلسطين وفي سائر أنحاء الشرق الأوسط الصليب منقوش منحوت على الحائط، أو الصليب منقوش في خلينا نقول صلب البناية، يعني إذا بدك تزيح الصليب البناية كلها بتوقع في البنايات القديمة ولا لا؟ معظم على فكرة معظم بيوت المسيحيين كان ينقش فيها أو ينحت فيها الصليب، الباب الرئيسي. الباب الرئيسي نعم. طبعا الصليب الذي تحول من أداة عذاب وعقاب وذل إلى إيش؟ خلاص. إلى أداة خلاص وتمجيد للمسيح عن طريق الصليب. زي ما بنقول بالعربي من العار إلى الغار، من العار إلى الغار. اليوم سئلت سؤال والجواب عليه زي ما هلأ راح أفسر الجواب عليه. أولا عن طريق الوثائق، أنه أجمل شيء أنه نقدم للناس وثائق. مثلا بيسألوا عن كتاب، جيد أنه قبل ما نجيبهم نريهم هذا الكتاب أو نسخة عن الكتاب أو نسخة طبق الأصل عن بعض صفحات من الكتاب. طبعا هلأ في خطر انه اذا بنصور فقط بعض صفحات، ليه؟ لانه ممكن انه احيانا نغفل الاشياء التي ماذا؟ التي لا نريدها. اذا يعني عندما نقوم بعملية التوثيق او التصوير يجب ان تكون عملية ايش؟ نزيهة. وثانيا في ناس بقول لك أنا أرجع فقط إلى الكتاب المقدس. طيب ترجع إلى الكتاب المقدس، معنى الكنيسة أيضا أساسا من أين أخذوا الكتاب المقدس؟ من الكنيسة. من نسخ مخطوطات الكتاب المقدس؟ الرهبان.
لا والدك ولا والدي ما عنده وقت انه ايش انه يتركنا وما يشتغل ولا صح ولا لا ويقعد ينسخ الكتاب المقدس. اما مين بيقدر ينسخ الكتاب المقدس؟ فقط الرهبة. اذا كما قال ابونا يعقوب سعادة اخذوا الكتاب من الكنيسة جعلوا اياته لهم فريسة. اخذوا الكتاب من الكنيسة جعلوا اياته لهم فريسة. اذا شكرا لاصغائكم والان نفتح المجال للاسئله والاقتراحات. حلو. نعم كمل اخ ابو ميشيل. نعم سالنا الاخ ابو خضر ما معنى كلمه هوشعنا؟ هي في الواقع مكونه من كلمتين، هوشع يعني خلص، نا يعني من فضلك، وهوشيع هوشيع باللغة الكنعانية أساسها فعل ياشع، وفعل ياشع اليا بدالها واو بالعربي وسعة. إذن هوشيع يعني أوسع علينا الرحمة، أوسع علينا الخلاص، لأنه شو ضد السعة؟ الضيق، صح ولا لا؟ إذا الضيق لما أنا في ضيق أنا بدي إيش؟ السعة. لأنه الإنسان في الضيق بيقدرش يعيش، بيقدرش يتنفس. يعني وسعها علينا. وسعها علينا. إذا هوشع يعني خلص، نا من فضلك، فصارت بعدين ككلمة واحدة أصبحت إيش؟ هتافا، بمعنى مرحى مرحى مرحى، أو يعيش يعيش يعيش. إذن أساسها إيه؟ من فضلك خلصنا، من فضلك خلصنا. وشكرا لإصغائكم. شكرا أخلبك بس.